السلام عليكم أخوتي متابعي قناة كارتون شو. في الدرس السابق أخذنا درس عن الفيز جين آرتست. اليوم راح نشوف فيز جين الموديلر. طبعا أخذنا صورتين، صورة فرونت وصورة سايد. الصورتين نشتغلن بالفوتوشوب ونحفظهن يمنا. السايد تكون على الجهة اليسار، على يسارك يعني. نجي نفتح الفيز جين موديلر هذا 3.5. نجي الى الفايل، نسوي لود للصورة الامامية ونسوي لود للصورة الجانبية السايد. الان نقول له نيكست. نجي نعدل النقاط بحيث نخليهن في مواقعهن، يعني كل نقطة نخليها حسب الصورة المرسومة امامنا. اكو صورة مرسومة امامنا اذا تلاحظها هذه بريفيو، هي نجيبها، يعني هي عدد من النقاط 11 نقطة تقريبا، اي هن 11 نقطة. هذه نخليهن في جانب الوجه وفي العين، في منتصف العين وبالأنف بالجانبين وبالفم أيضا بالجانبين، وقريبة من الأذن، ووحدة إلى الحنك أو الذقن. نقول له نيكست. نشوفت الصورة شوية تكبرت أكثر، نعدل بيها، نعدلين يعني. الشغلة كلش جدا بسيطة، هذه تفيدكم في تصميم وجه. طبعا هذا الوجه راح ناخذه احنا للمايا، بس ما عندنا السكريبت الخاص بالمايا للتحريك الاكسبريشن مالت المورف يعني. المهم ناخذ الجانب الان. لاحظ الجانب، يعني نقطة بنهاية العين، نقطة بداية الحاجب، نقطة نص الأنف، نقطة في نهاية الأنف، وبعدين نقطة تحت، ونقاط للفم اثنين، ونقطة للذقن أو الحنك، ونقطة أسفل الحنك اللي قريبة عن الرقبة. نعدلهن هسه، هذا رغم أن الصورة صغيرة يعني كلش، لكن هسه من قلنا نيكس كبرت، نقوم نعدل بهن تعديل، نعدل بهن تعديل. هذه انت تقدر تاخذ صورتك تصورها، شرط ان تكون الصورة العين مفتوحة، الفم مغلق، وما عندك لا نظارات لا اي شيء بالوجه، يعني اي شيء على الوجه ماكو. هسه هو راح ياخذه هو التكتشر مالته، بس نكمله. هذا يعني اسهل برنامج تقريبا لتصميم الوجه. هسه نيكست نحدد اذا نريد ايضا الشعر. هسه هذه العملية تحتاج إلى من 20 إلى 60 سكند، يعني 60 ثانية اللي هي دقيقة، يعني هاي العملية تحتاج إلى تقريبا دقيقة. مثل ما قلت لكم، يعني هاي العملية تحتاج إلى هذا الوقت، يعني من 20 إلى 60 ثانية. هسه بعد ما يكمل، راح نسوي جزء شغلات بسيطة بالمور، يعني نراوكم إياها، ومن ثم نحوله إلى المايا. طبعا المايا ياخذ الام اي، ام اي بالتصدير، إذا نريد نصدر ناخذ الام اي بالتصدير. لاحظ الصورة تغيرت الآن، هذه الصورة اللي جبناها صورة جيدة جيدة جدا. أنا مسوي اللو بوليجن، مو الهاي، لو بوليجن للحاسبة خاف ما تتحمل. هسه هذا إني لاحظ هاي المورف، الوجه، العيون، الحاجب، يعني لاحظها. هذا إني نظل لاحظن شلون يجن، يعني تحريك ذني يتحرك. في المايا يحتاج سكريبت، للأسف الشديد السكريبت هذا مو عندي، يعني أتمنى عنده هذا السكريبت اسمه فيز جين سكريبت مايا، يا ريت يجيبه لنا ونحصله. يعني هاي الصورة لاحظها شبيهة بالصورة الأصلية. الصورة هسه شبيهة بالحقيقية، راح نحفظها، نحفظها ام اي مايا، هي بيها مايا، هي موجودة مايا. قل له سيف.
نحاول أن نخلي هذا 0.1، إذا هو عندك 1 سوي 0.1 ونقول له export. راح export، هسه نجي نجيبه بالمايا. احنا جبناه بهالطريقة، هذه الصورة اجت وجت وياها كل المورفات. لاحظن هاي المورفات، احنا نقدر بالتايم لاين نعدل، بس هنا يحتاج الى سكريبت. طبعا السكريبت ما حصلنا احنا لاسباب، يعني بحثت عنه بالنت كثيرا ما لقيته، اللي هو اسمه فيزجن سكريبت مايا، ما حصلت للاسف هذا السكريبت. هذا السكريبت مباشره من تجيبه وتنزله هو ياخذ المورف عادي، يعني ياخذ المورف بشكل عادي، يعني اذا تحتاجه ينطيك اياه بشكل عادي، وانت باستطاعتك. احنا في درس قادم ان شاء الله راح نحوله الى الداز، نشوف طريقته بالداز. يعني هو هذا اكتشاف البرنامج، انا ما جاي اشوف الاحظ اذا نغير احنا بالمورف، يعني لازم نغير ذني اللستة كلها، نخليها من الزيرو نخليها 1، يعني ننشطها. إذا تلاحظها يعني ننشطهن، يعني أي وحدة احنا نختار الرئيسية، ما تصير هذه، نختار الرئيسية هذه ونغير، يعني هذه أول وحدة، هاي الثانية، هاي الثالثة، يعني نظل نخلي ونخلي على التايم لاين ونظل نشتغلهن اللي هي يعني اشتغلت. طبعا إذا توصل للمايا اضغط على 3 حتى تسوي له سموث، لأن هو يجيك مو سموث، أنا مسوي لو بوليجن، يعني واطئ جدا حتى يتحمل. هو هذا البرنامج، برنامج فيزجن موديلر، هذا الموديلر. احنا اللي اشتغلنا بالدرس السابق إذا ترجعوا له كان الارتست ذاك يشتغل كامل، يعني تشتغل الوجه وتودي للداز، وديناه للداز. احنا لاحظ هسه هذا مرفات، وهذا هسه نقدر نصدره، احنا نقدر نصدره ونشوفه. المهم هذا هو البرنامج، يعني حاولوا ان تكتشفونه انتم، وان شاء الله من نحصل السكريبت راح نشتغل عليه شغل ثاني. بالاخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Give a dog a bone.